ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرض مشجع لفريق الجيش الملكي ظهر يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري إلى اعتداء خطير قرب باب المرسى في مدينة طنجة. وحسب مصادر محلية لماروك أخبار يومية، فإن الضحية تعرض إلى طعنات بواسطة السلاح الأبيض على مستوى القلب وحالته الصحية خطيرة. وأكدت المصادر ذاتها أنه لحد الساعة لم يتم تحديد هوية مرتكب هذا الاعتداء. ويذكر أن فريق الجيش الملكي حل ضيفا على فريق اتحاد طنجة عشية يوم الأربعاء 3 أبريل برسم الجولة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.